Our lesson today, subtraction, grade 3. أكيد بس نقول subtraction يعني بنستخدم الماينس. مثل ما تعلمنا بدرس الادشن رح نقدر نعمل ادشن لرقمين، حطينا ال ones تحت ال ones وال tens تحت ال tens وال hundreds تحت ال hundreds، يعني حطينا كل خانة لوحدة وعملنا لهم ادشن جمعناهم، يعني أكيد بلشنا من ال ones. كمان نفس الشغل رح نشتغله هلا بالسبتراكشن. هون عنا 87,643 minus 68,351. طيب خلينا نحط الخانات. عنا أول خانة هي شو؟ ones، بعدين tens، بعدين hundreds، بعدين thousand. بعد thousand شوفي في 10,000، ما مزبوط؟ 10,000 يعني، من شان هيك انا قلت 87,000. عرفنا كيف؟ قلت 87,643 minus 68,351. بدنا نقصهم من بعض. طيب كيف عملنا لهم subtraction؟ بلشنا من عند ال ones، نجي عند ال ones شو بنقول؟ بنقول 3 minus 1، عندنا 3 minus 1 شو الجواب؟ الجواب هو 2، كتبنا 2. طيب خلصنا من ال ones، هلا لو انتقلنا لعند ال tens عندنا 4 minus 5. هلا 4 minus 5، ال 4 مثل ما بنعرف هي اصغر من 5، فينا ننقص ال 4 من 5؟ لا ما فينا ننقص ال 4 من 5، فهون بهالحالة نحن شو كنا نعمل؟ كنا نستعار من الخانة اللي جنبها. شو عندنا شو في جنب ال 4؟ في عندنا 6، فبنستعار من 6 1، انتبهنا؟ فبناخذ من 6 1، لما اخذنا من 6 1 ضلت 6 5، مضبوط؟ لانه اخذنا منها 1، وال 1 اللي اخذناه هون بنحطه؟ بنحطه جنب ال 4. هيك صارت شو صار عندنا هون؟ صار عندنا 14. هلا عندنا 14 minus 5، ال 14 هي اكبر من 5، هلا صار فينا نقصهم من بعض. عندنا 14 minus 5، عندنا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، بيطلع عندنا جواب شو؟ 9. فكتبنا 9. عرفنا ليش استعرنا 1 من الخانة اللي جنبها؟ لأنه كانت أول شيء هي 4، وال 4 هي أصغر من 5، مشان هيك ما بنقدر ننقص رقم صغير من رقم كبير، مشان هيك اضطرينا نستعار رقم من الخانة اللي جنبها. فاستعرنا 1 من 6، لما أخذنا 1 من 6 صارت 5، فحطينا بدل 5، وال1 اللي استعرناه حطيناه جنب ال4، فهون صارت 14. فبنقول 14 minus 5 بيطلع لنا شو الجواب؟ 9. طيب خلصنا هلا من هون، بننتقل على الخانه اللي بعدها. هون عندنا 5، بنقول 5 minus 3، ما بنقول 6 minus 3. ليش؟ لانه 6 صارت 5 لانه استعرنا منها 1، فبنقول 5 minus 3 بيطلع جواب 2، حطينا 2. بننتقل هلا على الخانه اللي بعدها، عندنا 7 minus 8. 7 فينا تنتقص منها 8؟ لا ما بيمشي الحال. ليش؟ انه 7 اصغر من 8، فشو بنضطر هلا شو بنعمل؟ بنضطر نستعار من الرقم اللي جنب ال 7. شو في جنب ال 7؟ في 8، فبنستعار منه 1. هلا ال 8 اذا نقصت منه 1 شو بتصير ال 8؟ بتصير 7. طيب هلا ال 1 اللي اخذته انا وين بحطه؟ بحطه جنب ال 7 هون. هيك ساعتها شو بصير هون عندنا؟ 17. هلا 17 هي اكبر من 8، هلا صار فيني نقصهم من بعض. 17 minus 8 شو الجواب بيطلع؟ 9. فكتبنا 9. رجعنا انتقلنا على الخانة اللي بعدها، آخر خانة. شو عندنا هون؟ بنقول 7 minus 6، ما بنقول 8 minus 6. ليش؟ لأنه ال 8 احنا استعرنا منها 1 صارت 7، فبقول 7 minus 6، 7 minus 6 بيطلع 1، فهيك ساعتها بيطلع عندنا الجواب 19,292. طيب خلينا نشوف الإكزرسايز 1 شو طلب منا. عم يقول لي write a vertical form and calculate. شو يعني vertical form؟ يعني قصده بنحطهم تحت بعض، يعني بدنا نحط ال ones تحت ال ones وال tens تحت ال tens وال hundreds تحت ال hundreds. طب هنا طب هون شو عندنا؟ عندنا 87,004 minus 684. طيب لحتى نقدر نحط ال ones تحت ال ones وال tens تحت ال tens، خلينا نقسم الخانات، نكتب الخانات. هون أول خانة شو هي؟ هي ones، بعد ال ones في tens، بعد ال tens في hundreds، بعد ال 100 في 1000، بعد ال 1000 في 10,000، مضبوط؟ كمان نفس الشيء هون، عندنا 1s 10s 100s.
طب انا ليش انا قلت 87000؟ لانه ال 87 هي موجوده بال 1000، فبقول 87004. عرفتوا كيف قريت الرقم؟ طب هون عندنا 684. هلا عم علمكم، كان عم علمكم كيف نقرا النمبر. طب خلينا هلا بالسؤال. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحطهم ان فيرتيكال فورم، يعني بنحطهم تحت بعض، بدي احط هالرقمين تحت بعض، يعني بدي احط ال1 تحت ال1 وال10 تحت ال10 وال100 تحت ال100. طيب خلينا نكتب هذا الرقم اول شيء هون، عندنا ال 87004 بنكتبه هون. هلا هذا الرقم بدنا نحطه تحت هذا الرقم بشكل يكون ال1 تحت ال1 وال10 تحت ال10 وال100 تحت ال100. عندنا ال4 هي 1 وال4 هي 1، فبنحطهم تحت بعض. طب انا هلا انا عم بنسخ هذا الرقم تحته. هلا ال8 هي بالتنس وعندنا الزيرو هيدا هو بالتنس، فبحط ال8 وين؟ تحت هذا الزيرو. عندنا ال6 هي بالهندرز والزيرو هيدا هو بالهندرز، فبحط ال6 هيدي تحت هذا الزيرو. طب انا شو بنعمل؟ هلا شو بنعمل؟ شو بنحط هون؟ ماينس. ليش؟ انا نحن عم نعمل سبتراكشن. بشو منبلش؟ شو اتفقنا منبلش؟ منبلش من الوانس، منبلش نعمل سبتراكشن من الوانس، يعني من هون بنقول 4 ماينس 4، 4 ماينس 4 بيطلع لنا 0، بنحط 0. خلصنا من الوانس، لو ننتقل هلا لعند التنس، شو عندنا هون؟ عندنا 0، عندنا 0 ماينس 8، فيني نقص 0 من ال 8؟ لا ما فيني نقص 0 من ال 8، فشو بعمل انا بهالحالة؟ بستعار من الرقم اللي جنبه، طب نرجع عند الرقم اللي جنبه شو في؟ في 0. كمان ما فيني استعار من الزيرو، ليش؟ لانه الزيرو ما بقى ما معه شيء استعاره منه، فبرجع بروح عند الخانه اللي لسه اللي بعدها. شوف لسه بعدها في 7، ال7 بستعار منها 1، فبشطب ال7، 7 ناقص منها 1 بتصير 6، ما مزبوط؟ ال1 هون بحطه هون عند الزيرو بدي استعاره. طيب مثل ما لاحظنا هذا الزيرو ما قدرنا نستعار منه شيء، واستعارنا من اللي بعده، فهذا شو بصير؟ بصير 9. طب انا احفظه احفظ هالشغله. طب انا جينا عند الزيرو بنستعار منه، ما معه شيء نستعار منه، جينا عند الرقم اللي بعده 7 استعرنا منه 1 صارت 6، ال1 بحطه هون والزيرو اللي موجود هون بنشطبه بنحط بدله 9. خلي هي احفظه احفظ. طب انا فهذا الزيرو بتصير 9، وال1 اللي استعرته من 7 بحطه هون بتصير 10 هيدي. طب انا هلا بقول 10 ماينس 8، 10 ماينس 8 بتصير 2، بحط هون 2. هلا مثل ما اتفقنا هون صرت 9، عندنا 9 ماينس 6 3، 6 ما في شيء تحتها بنزلها هي ذاتها، وال8 ما في شيء تحتها بنزلها هي ذاتها، يعني هون شو الجواب؟ 86320. طب انا ركزوا على هالشغله اللي قلتها هلا من شوي، حرجع عيدها، انه جينا عند الزيرو بنقول 0 ماينس 8، الزيرو اصغر من 8 ما فينا نستعار، ما فينا نقص منه، فبنستعار من الرقم اللي جنبه، الرقم اللي جنبه هو كمان 0، فما فينا نستعار من الزيرو شيء، ما معه شيء نستعاره، فبنروح على الرقم اللي بعده، عندنا 7، ال 7 صارت 6، ليش؟ لانه اخذنا منها 1، وال 1 اللي اخذناه منها 1 بنحطه هون، والزيرو هذا شو بصير فيه؟ بصير 9، احفظوها حفظ هيدي، بنشطبه بنحط بدون 9. طيب بنجي هلا لهون، عنا 43072 minus 9767. كمان بدنا نعمل subtraction. لحتى نقدر نعمل subtraction بدي اقسم الخانات. اول شيء اول step بنقسم الخانات، عنا 1 stands 100,000 10,000. كمان نفس الشيء هون، عنا 1 stands 100,000. طب هنا يلا هلا بنحطهم تحت بعض، ليش؟ انه هو طيب بدنا نحطهم ان فيرتيكال فورم، يعني نحطهم تحت بعض، بننقل هذا الرقم هو زيته هون. هلا هذا الرقم كمان بدي انقله تحته، طيب بشكل يكون ال1 تحت ال1 وال10 تحت ال10 وال100 تحت ال100 وال1000 تحت ال1000. عندنا 7 هي 1 وال2 هي 1، فبنحطهم تحت بعض. طب هنا ال6 هي 10 وال7 هي 10، فبنحطهم تحت بعض، بحط ال6 تحت ال10. 7 هي 100 وال0 هون هي 100، فبحط 7 تحت ال0. طب انا حطها تحت الزيرو. هلا لو عم نجي لعند ال9، ال9 هي 1000 وال3 هي 1000، فبنحط 7 تحت ال3 بهالشكل، قصدي هون 9، عندنا 9 هون 1000 وال3 هي 1000، فبحط 9 تحت ال3. هلا شو بنعمل؟ بنعمل سبتراكشن.
طب انا شو عملنا؟ حطينا الوانس تحت الوانس والتنس تحت التنس والهاندرد تحت الهاندرد والثاوزن تحت الثاوزن. طيب انا شو عملنا؟ هلا بنبلش نعمل سبتراكشن. نيجي لعند الوانس عندنا بنقول 2 ماينس 7، فيني نقص ال 2 من ال 7؟ لا ما فيني نقص ال 2 من ال 7، ليش؟ لانه ال 2 هي اصغر من 7. طيب بهالحاله انا شو بعمل؟ بدي استعار من الرقم اللي جنب ال 2، شو في جنب ال 2؟ في 7، فبستعار منه 1 باخذ منه 1، لما باخذ منه من 7 1 بصير 6، ليش؟ لانه نقصت منه 1. طيب ال 1 اللي اخذته 1 بحطه جنب ال 2 هون. هون شو طيب شو بصير؟ 12. عندنا 12 ماينس 7، شو الجواب؟ عندنا 7 8 9 10 11 12، شو بصير؟ 5. خلصنا من هالخانة، ننتقل على الخانة اللي جنبها. نقول 6 ماينس 6، ما بقول 7 ماينس 6، ليش؟ لأنه 7 أخذت منها 1 صارت 6، بقول 6 ماينس 6 بيطلع لنا 0. هلا نرجع على الخانة اللي بعدها، خلينا نكتب 6 هون أفضل. عندنا 0 ماينس 7، كمان 0 فيني نقص منها 7؟ لا ما فيني نقص منها، ليش؟ لأنه 0 أصغر من 7، فبستعار من الرقم اللي جنب ال 7. شو في قصدي بستعار من الرقم اللي جنب الزيرو، شو في جنب الزيرو؟ في 3، فبستعار منها 1. لما بنقص من ال 3 1 بتصير 2، وال 1 اللي استعارته بحطه جنب الزيرو هون. هلا 10 ماينس 7، هلا صار فينا نقصهم من بعض لانه 10 اكبر من 7، 10 ماينس 7 بيطلع الجواب 3. خلصنا من الخانه هي، بننتقل هلا لهون. عندنا 2 ماينس 9، ال 2 فيني نقص منها 9؟ لا ما فيني نقص منها 9، ليش؟ لانه 2 اصغر من 9، فبضطر استعار من الرقم اللي جنب ال 2، شو في جنب ال 2؟ في 4، فباخذ من ال 4 1، لما باخذ من ال 4 1 بتصير 3، وال 1 اللي اخذته 1 بحطه جنب ال 2، شو بتصير هون؟ 12، انتبهنا؟ على 12 ماينس 9، 12 ماينس 9 على 9، 10 11 12، فبحط هون شو؟ شو الجواب لكان؟ 3. خلصنا من هالخانة، بننتقل هلا لهون. ال 3 في شيء تحتها؟ لا، فمن لها هي ذاتها. ان شاء الله شو بصير الجواب هون؟ انا 33,305. ننتقل هلا على الاكسرسايز 2. شو عامل ايه بالاكسرسايز 2؟ عامل ايه complete with the appropriate number، يعني بنحط الجواب المناسب. شو عايتينا هون؟ عامل لي عنا 65,700 بلس شو بيعطينا 66,000. طيب قديش لازم بزيد انا على 65,700 حتى تصير 66,000؟ قديش لازم زد لها؟ كيف فيني اعرف؟ شو بنعمل بهالحالة؟ بس يكون عنا اياها بهالشكل، يكون عنا بلس، بنطلع الجواب اللي بعد البلس، احنا بنطلع الجواب اللي بعد البلس، بهالحالة شو بنعمل؟ بنقص الجواب من هذا الرقم، يعني ناقص 66,000 من 65,700، نقصهم من بعض. هون احنا عندنا 1 10 100 1000 10,000، هون كمان عندنا 1 10 100 1000 10,000. يعني هلا مثل ما قلت، بس يطلب منا الرقم اللي بعد البلاس، بس يكون بدنا نطلع الجواب اللي بعد البلاس، شو بنعمل بهالحاله؟ بنقص هذا الرقم من هالرقم، بعمل لهم سبتراكشن. يعني لبقول لك انا 66,000 ماينس 65,700، بحط الوانس تحت الوانس والتنس تحت التنس والهاندرد تحت الهاندرد. هلا بنعمل لهم سبتراكشن، والجواب الجواب هو اللي لازم نحطه هون، انتبهنا؟ يلا انا 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 0 ماينس 7 ما يمشي الحال، نستعار من 6، 6 بتصير 5، وهون وال1 استعارته بحطه جنب ال0 بتصير 10، 10 ماينس 7 3، 5 ماينس 5 0، 6 ماينس 6 0. يعني هون ما في داعي للصفر اللي بعد جهه اليسار، لانه صفر على الشمال ما له قيمه. فهون شو الجواب؟ 300. لكن شو لازم انا احط هون؟ 300. طب هنا شو عملنا؟ يعني بس يكون عندنا رقم بلس، نحن نطلع الجواب اللي بعد البلس وهو يعطينا الجواب، نحن بهالحال شو بنعمل؟ بنعمل سبتراكشن، نقص هذا الرقم من هذا الرقم لحتى اقدر اطلع الرقم الموجود هون. فانا عملت هيك، نقصت هذا الرقم هذا النمبر من هذا النمبر، طلع معنا 300، فبكتب هون 300. نفس الشغل حاشتغله هون. شو عندنا هون؟ عندنا 87,905 بلس
شو بيعطينا 88305؟ قديش لازم زيد له تصير 88305؟ كمان شو بنعمل نحن بهالحالة؟ بدنا نطلع الجواب اللي بعد البلاس، شو بنعمل؟ نقص هيدي من هيدي، بنعمل subtraction. هنا ones طبعا هنا بنقسم الخانات يلا بنحط هلا هيدا الرقم اول شيء بنكتب او شيء بنكتب هيدا الرقم اللي بعد الايكوال دائما بنكتب اول شيء الرقم اللي بعد الايكوال طبعا هنا هلا بنكتب هيدا الرقم هون اكيد الوانس تحت الوانس والتنس تحت التنس والهاندرد تحت الهاندرد نحط ماينس نعمل لهم سبتراكشن طبعا هنا بنعمل لهم سبتراكشن والجواب اللي بيطلع معنا بنحطه هون يلا 5 minus 5 0 0 minus 0 0 3 minus 9 فينا نقص ال 3 من 9 لا فشو بنعمل بنستعار من الرقم اللي جنبه شو في رقم جنب ال 3 في 8 بستعار من ال 8 1 لما بستعار من ال 8 1 شو بتصير 7 وال 1 بنحطه هون بتصير عندنا 13 هون هلا صار فيني نقص ال 13 من ال 9 13 minus 9 عندنا 9 10 11 12 13 ده الجواب 4 ننتقل على الخانة اللي بعدها خلصنا من هون ننتقل على اللي بعدها عندنا 7 minus 7 ال 8 صارت 7 طب انا بقول 7 minus 7 7 minus 7 0 8 minus 8 0 الصفورة على الشمال ما لهم قيمة فبشيلهم شو بصير الجواب هون 400